مع الأسف الشديد ملاك التوك توك لم يقوموا بترخيص التوك توك، لذلك تم ترخيص زي ما قال فعلا في التقرير، ابتدى ترخيصه في عام 2008 بالقرار الوزاري رقم 121 لسنة 2008، وأعطى مهلة طبقا للمادة 5 من هذا القانون لمدة 6 أشهر لترخيص التوك توك. ما بعد 2008 واحنا كلنا مصريين عارفين ان كانت الظروف يعني لا تسمح من ناحية السياسية ومن ناحية الأمنية في مصر، ابتدت وعددهم بالتحديد 12 مصنع بيقوموا بتجميع التوك توك. ليه؟ لأن حصل بالظبط ان وقف ترخيص التوك توك بناء على قرار من السيد وزير التجارة والصناعة نتيجة لعدم ترخيصه واستغلاله الاستغلال السيء، كان بالقرار الوزاري رقم 105 لسنة 2014. بعديها طلع القرار 107 لسنة 2014 بالإفراج الجمركي عن المواتير والمحركات والشاسيه الخاص بالتوك توك. التوك توك تم تجميعه في 12 مصنع في مصر، كانت نتيجة هذه التجميع ان هو زاد اعداده بطريقة مهولة رهيبة، وصلت ل 2.5 مليون توك توك كما وضحها جهاز مركزي التعبير الأحصائي في عام 2019، وكان على رأس هذه المحافظات محافظة الدقهلية ثم محافظة المنيا ثم محافظة أسيوط ثم محافظة الجيزة. ابتدى ترخيص التوك توك وتقنينه في كافة محافظات مصر ما عدا بعض المحافظات اللي السيد المحافظ رفض ان هو يقوم بترخيصه. كانت النتيجة حصلت نوع من العشوائية، ابتدى ملاك التكاتك ما يرخصوش، ابتدى نشوف اطفال 10 سنوات و 12 سنة بيقوموا بقيادة التوك توك، هذا بالاضافة ايضا الى الحرفيين انهم سابوا حرفتهم وابتدوا يسوقوا التوك توك، فكان ليه تأثير سلبي على المجتمع المصري. عايز اوضح لحضرتك وللسادة المشاهدين ان عدم ترخيص التوك توك حتى الان بيخسر الدولة 3 مليار جنيه سنويا نتيجة لعدم الترخيص. لذلك التوك توك ما زال تحت الترخيص بالرغم من وقف استيراده، لكن ما زال تحت الترخيص. اللي عايز يرخص التوك توك اهلا وسهلا، والدولة بتساعده انه يقوم بترخيص التوك توك. في ناس بيقولوا التوك توك وقف ترخيصه في محافظة الجيزة، انا بقول لهم لا، اتفضلوا رخصوا التوك توك، في عندنا وحدة الوباء في الجيزة، عندنا وحدة أسيم في الجيزة، عندنا وحدة الصف في الجيزة بتقوم بترخيص التوك توك. لكن لازال الترخيص في القاهرة مفعول ممنوع. القاهرة ما رخصتش خالص، لأن القاهرة هي العاصمة وهي مناطق حضرية، لأن التوك توك ممنوع إنه يمشي في الشوارع الرئيسية، ممنوع إنه يمشي في الشوارع الفرعية، ممنوع إنه يمشي أعلى الكباري أو أسفل الأنفاق. بس يعني في ناس بتقول إن هي لما بترخص التوك توك قيمته بتقل، فعشان كده هما بيتجنبوا خطوة إن هما يرخصوه. اولا التوك توك لو هو رخصه يعني تبع تعليمات الدوله من حيث انه يمشي في المناطق النائيه، المناطق الغير مخططه بين القرى بين النجوع، فده طبعا الدوله هتساعده، لكن هو وهتحدده القيمه الماليه بالنسبه للتامينات بالنسبه للتوك توك للسنه الترخيصيه اللي حددها وزير التامين المحليه كانت 350 جنيه. لما ابتدى الموضوع يخش في العشوائية وابتدى التوك توك يستخدم في الجرائم الجنائية، يستخدم في الجرائم الإرهابية، ابتدى يستخدم في خطف السلاسل، خطف الشنط من السيدات، خطف الأطفال، خطف السيدات، فابتدت الجرائم تزيد، فطبعا كان لازم الدولة يكون ليها حد لهذا الموضوع. التوك توك جات له فترات بيستوقف ويرخص، يستوقف ويرخص، لكن هو حاليا في ترخيص للتوك توك، والسيد رئيس مجلس الوزراء اجتمع في العام الماضي زي ما وضح التقرير في 2019 عفوا في تحديدا 9 سبتمبر 2019 بوقف وقف يعني استيراد التوك توك وتصنيعه، انا بقول استيراده وتصنيعه وليس ترخيصه.